مارسيل كولر النهارده اتكلم في نقطه مهمه جدا، نقطه في منتهى الاهميه. تعالوا نسمع مارسيل كولر، وبعد ما نسمع مارسيل كولر اجي اعلق على هيقوله مارسيل كولر ده عشان قال كلام مهم جدا. Ich denke, man könnte es auch mit Fußball lösen, dass man Fußball spielt und versucht, so die Zeit runterlaufen zu lassen. هنتكلم في موضوع مختلف شويه، موضوع اتكلمت فيه اول ما مسكت النادي الاهلي ورسالتي للقائمين على الكوره في مصر. هل انتوا عايزين الكوره في مصر تمشي بالطريقه دي؟ يعني هل طبيعي ان احنا كل ماتش نلعبه دلوقتي ناس بتترمي على الارض، تضيع وقت بشكل اصبح فج ومش حلو؟ دي مش كوره، يعني المفروض الفير بلاي والكوره ان احنا نلعب كوره نأدي كوره، لكن بقى كل الموضوع بقى مكرر وبقى سخيف ان احنا كل شويه لعيبه بتقع. لا ده في المباراة، ده في المباراة الحارس ده على ده في المباراة الحارس، الحراس بتقع على الأرض، بتقعد تضيع أوقات، النقلة بتنزل، لعيب يقوم بعدها على طول ولا أكن في أي حاجة. فأنا ما أعرفش هل المدربين هي اللي بتدي التعليمات دي للاعبتها، هل هم مهتمين إن الكورة تبقى أحسن ولا لأ؟ على فكرة ممكن الواحد بالكورة بالأداء والكورة يضيع وقت عادي، تنقل كورة بتضيع كورة باللعب مش بالطرق دي، الطرق دي ما بقتش كويسة. وبرضه رسالتي تاني ان للقائمين على الكورة في مصر، هل انتوا عايزين ده يستمر كده؟ لازم يكون في رد فعل قوي وواضح وصريح ضد هذه الأفعال. الشوط الأولاني احنا كان عندنا بعض المشاكل في الشوط الأول، خدنا وقت عقبال ما دخلنا في المباراة. الشوط التاني كنا أحسن كتير، سيطرنا على المباراة في الشوط التاني، خلقنا فرص كتير جدا في الشوطين أصلا. لكن لما تلعب كل يومين ماتش بيبقى اللعيبه مش دايما صافي ذهنيا، ما بيبقاش فريش في ذهنيا ان هو يقدر يتعامل مع الكرات دي بهدوء او بالتركيز المطلوب عشان يقدر يحرز اهداف. الجون كان مقفول النهارده، حاولنا نخلق فرص كتير، ضيعنا كور كتير، لكن دي الكوره بيبقى في ايام ما بتقدرش تجيب فيها اهداف رغم ان انت تكون مسيطر وتضيع، لكن هي دي الكوره. احنا نتيجتنا المفضله المحببه دايما 3-0 زي ما احنا عارفين، لكن انت بتلعب برده مش لوحدك، بيبقى في فرق قدامك بتأدي. احنا كنا النهارده بنلعب فريق منظم دفاعيا قوي دفاعيا، ورغم كده خلقنا فرص كتير جدا، كان لازم نجيب واحده منهم على الاقل، واعتقد لو كنا جبنا جون منهم بالذات الشوط الثاني كنا هنجيب الثاني اكيد، وكان النتيجه هتتغير تماما والكلام هيتغير خالص. لكن انا كمدرب لازم اتقبل ده جزء من كره القدم. القندوسي حاول ان هو يلعب لقدام، حاول يلعب كره هجوميه كمان، دفاعيا كان برضو بيرجع وبيحاول، لكن كان الامور صعبه عليه زي ما كانت صعبه على الفريق كله مع التكتل الدفاعي ده. احنا النهارده ما كناش صافيين ذهنيا قوي. Und da musst du frisch sein und da war mein Kopf nicht so frisch wie immer so die letzten Spiele. والمنافس كان واقف مقفل تماما تحت الكوره، كله في على حدود ال 18، كل وقفتهم كل الفرقه تقريبا كانت واقفه ورا، فده عشان خاطر تقدر تفكه محتاج لعيبه صافيه ذهنيا، وده ما كانش حاصل النهارده ذهنيا اكتر منها، مش بدنيا لكن ذهنيا اللعيبه ما كانتش حاضره، وده اللي ادى المشاكل اللي احنا شفناها، او ان احنا ما قدرناش نخلق او نجيب اهداف من الفرص اللي خلقناها. مش شايف الامور بالشكل ده، بيرسي نشط جدا، بيروح واحد على واحد وبيعدي، وانا اللي بطلب منه كده، بطلب منه ان هو ياخد الريسك ان هو يعدي ويروح ويحاول ياخد مخاطره على الجول. بيرسي النهارده اكتر لاعب كان نشيط، اكتر لاعب خلق فرص على المرمى، للاسف ما احرز اهداف، ما كانش كان غايب عنه التوفيق، لكن هو كان اخطر لاعبين النهارده، وانا بطلب منه مره ثانيه ان هو يحاول، وده من مميزات دايما اللعيبه اللي بتلعب في الخط الامامي، انها يبقى عندها دايما حلول، انها دايما عندها جرأه انها تحاول انها تعدي وانها تلعب على الجون وانها تخلق فرص على الجون. كان في حاجه قالها كمان، احنا لو قعدنا نركز مع كل حاجه طبعا طالما النتيجه مش زي ما احنا عايزين هنقدر نطلع على كل واحد، كان لازم يباصي هنا، كان لازم يباصي لده، كان لازم يرجع لورا، كل ده عشان خاطر النتيجه، لكن لو كانت النتيجه مختلفه كان الكلام هيتغير. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، زي ما قال مارسيل كولر كده، ودي نقطه في منتهى الاهميه.